بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. التفاؤل، التفاؤل يبعث على الطاقة الإيجابية بالنفس، والتفاؤل هو الميزة الأكثر ارتباطا بالنجاح والسعادة من أي شيء آخر. أعزائي جماهير النادي الأهلي العظيمة، الفرحة ستكون حمراء بإذن الله، وسنحتفل سويا بالكأس الإفريقية بعد نهاية المباراة بدعمكم ومساندتكم دايما وتشجيعكم الدائم لنادينا الحبيب. حتى وإن كنتم غائبين عن حضور المباراة، لكنكم دائما وأبدا أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الفوز بالبطولات سواء محلية أو أفريقية. الأهلي يا ما مر بظروف صعبة، ويا ما كانت قدامه مصاعب كتير، ويا ما كانت قدامه عقبات، لكن الإصرار والتحدي وروح الفانيلا الحمراء كان ليهم عامل السحر. يا رب التوفيق النهاردة يكون من نصيبنا، من نصيب النادي الأهلي. أعزائي جماهيرنا العظيمة، تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله، والكأس حمراء بمشيئة الله. برضه عاوز أقول حاجة مهمة جدا، وصول الأهلي والزمالك للنهائي نجاح كبير جدا 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 لبلدنا. نتمنى الصورة تكمل وتطلع حلوة، ونوصل رسالة لكل العالم إن مصر كانت وستظل رائدة في كل المجالات، منها طبعا المجال الرياضي. النهارده العالم كله بيتفرج على فرقتين من مصر في نهائي دوري الأبطال الأفريقي. مصر دي بلدنا اللي خيرها مغرقنا، لازم نحافظ عليها وعلى اسمها وعلى صورتها في كل حاجة بشكل عام، والنهارده بشكل خاص في مباراة الأهلي والزمالك. تعالوا نشوف التقرير ده اللي بيتكلم عن مصر وعظمتها وعلاقتها وريادتها، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة ثانية. مصر فعلا رائدة في كل المجالات، بصراحة كلام خلى جسم الواحد يشعر. والله بنحب بلدنا جدا، ومصر جوه قلوبنا، وإن شاء الله الفرقتين النهاردة يقدموا صورة مثالية عن مصر قدام العالم كله. حابب برضو أتكلم حضراتكم في موضوع تاني مهم جدا، هو إن النهائي النهاردة بيتلعب على استاد القاهرة، وده استاد تاريخي عظيم. استاد القاهرة يمكن أنا وعيت عليه وأنا صغير، ويمكن أفتكر أول مرة لما كان الاستاد لأول مرة بيتملي ب 120 ألف متفرج، لما كان نادي الإسماعيلي بيلعب نهائي أفريقيا سنة 69 قدام الإنجلبير، وقدر النادي الإسماعيلي ياخد أول بطولة أفريقية لمصر. يا جماعة، استاد القاهرة ده يعد الشاهد الأكبر على تاريخ مصر الكروي. أفريقيا كلها بتوصفه باستاد الرعب، ملعب تاريخي لمباراة تاريخية. نتمنى إن يكون وشه حلو على الأهلي النهاردة كما كان دائما، والأهلي إن شاء الله يحقق اللقب الإفريقي ويوصل للبطولة التاسعة إن شاء الله، خاصة إن في مباريات كتير جدا للأهلي مش ممكن تتنسي اتلعبت على استاد القاهرة، ومنها نهائيات كتير. وأنا يمكن كان ليا الشرف إن أنا حظيت بالمشاركة في نهائي 1987 قدام الهلال السوداني، وكان ليا الشرف الأكبر إن أنا أحرز الهدف الثاني. استاد القاهرة حاجة عظيمة جدا ومبهرة بصراحة، وقيمة معمارية ورياضية كبيرة لمصر، وإن شاء الله يكون وشه حلو النهاردة على نادينا العظيم النادي الأهلي. إنجازات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا عظيمة. المارد الأحمر حقق لقب 8 مرات. البداية كانت سنة 82 على حساب الأشانتي كوتوكوف. اللقب الثاني كان سنة 87 قدام الهلال السوداني. اللقب الثالث كان سنة 2001 أمام سان داونز. و2005 حقق المارد الأحمر اللقب الرابع على حساب النجم الساحلي التونسي. ثم توج أبناء القلعة الحمراء باللقب الخامس عام 2006 بعد أن فاز على الصفاقسي في مباراة تاريخية، ورفع الأهلي رصيد البطولات باللقب السادس عام 2008 بعد الفوز على القطن الكاميروني، ونجح الأهلي في اقتناص اللقب السابع على حساب الترجي التونسي عام 2012، وآخر الألقاب الأفريقية حققها الأهلي في عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. وإن شاء الله بعون الله النهاردة يحقق النهاردة اللقب التاسع ويسعد كل الجماهير الأهلوية. طبعا قناة الأهلي النهاردة دايما بتعمل لكل عشاق الأهلي تغطية خاصة ومميزة في كل الأحداث الخاصة بالنادي والفريق الأول بالذات. طبعا دلوقتي هنروح لشبكة مراسلين عشان نعرف أجواء المباراة، وبرحب بفاروق صلاح من فندق إقامة، نورهان طمان من أهلي الجزيرة، ومريم سميح من أهلي الشيخ زايد. نبدأ بفاروق، تفضل يا فاروق، طمنا على الأجواء. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم
ان شاء الله يوم مميز لفريق النادي الاهلي ولكل جماهير النادي الاهلي، يوم ان شاء الله نقول يكلل فيه الفريق النادي الاهلي بالفوز والانتصار على نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والتتويج بالاميره الافريقيه. يعني لو هقربك يا كابتن ايمن وقرب جماهير النادي الاهلي من يوم النادي الاهلي وكواليس اقامه فريق النادي الاهلي، نقدر نقول ان الجديه والالتزام التفاؤل الثقه كلها تقدر تقول اكثر من عنوان للاعب النادي الاهلي قبل مواجهه نادي الزمالك في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا لنهائي دوري ابطال افريقيا. يعني وسط اجواء حماسيه زي ما حضرتك سامع كابتن ايمن وكل جماهير النادي الاهلي، وسط اجواء حماسيه من اداره فندق اقامه فريق النادي الاهلي اللي كانوا حريصين ان هم يبثوا نوع من الحماس لاعبي النادي الاهلي عقب المحاضره الفنيه لفريق لمستر بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي. يعني اجواء حماسيه ان شاء الله يعني تكلل ان شاء الله بالفوز والانتصار. كواليس اليوم النهارده يا كابتن ايمن ان لعيبه النادي الاهلي تناولت وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. المحاضره الفنيه المستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين كانت في تمام الساعة 5:20 انتهت في تمام الساعة 6. كان مستر بيتسو موسيماني طبعا بيدي وقت كافي للمحاضرة الفنية انه يتكلم مع اللاعبين، بيبقى شديد الحرص مستر بيتسو موسيماني ان هو يقدر يوصل اللي هو فكره وبعض يركز على بعض الجمل سواء في الكرات الثابتة او الجمل التكتيكية اللي بيعملها لاعبي النادي الاهلي، وقفات لاعبي النادي ووقفات الخطوط من الحاجات المهمة جدا وبيعلن من خلالها ايضا تشكيل اللقاء. خليني اقول لك ان التفاؤل والثقة اللي شايفينها في عيون لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله النهارده كلهم حاسين بالمسؤوليه، حاسين بقيمه هذا اللقاء وقيمه البطوله سواء ليهم سواء للجهاز الفني سواء لمجلس الاداره سواء للجمهور. الجميع بيسعى وراء حلم واحد وهدف واحد هو الفوز بالبطوله. من النقاط المهمه ايضا ان اطمنك كابتن ايمن على محمود كهربا وجاهزيته للقاء، وايضا محمد هاني كواحد من اللاعبين المهمين الجاهزين لهذا اللقاء. تقدر نقول او نقول على اي 11 لاعب ان شاء الله موجود من فريق النادي الاهلي في ارض الملعب ان شاء الله النهارده قادرين على تمثيل النادي الاهلي وقادرين على تحقيق الانتصار. مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يجتمع مع افراد الجهاز الفني. طبعا مستر بيتسو موسيماني من المدربين اللي بيتناقش مع الجهاز الفني وافراد الجهاز الفني في التشكيل، يعني بيبقى في مناقشه كده على بعض اللاعبين، طب ده مين في المركز ده، يقدر يتناقش ويدي مساحه مناقشه للجهاز الفني وافراد الجهاز الفني. ايضا جلساته مع اللاعبين جلسات الفرديه سواء على بعض المراكز جلسات مع بعض اللاعبين او ايضا الجلسات المجمعه. النهارده كان المستر بيتسو موسيماني نقدر نقول العيون كلها طبعا يعني مترقبه اللقاء والمواجهه، لكن انا عايز اطمنك على كل لعيبه النادي الاهلي، عايز اطمنك على الجاهزيه اللي عند لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله اي 11 لاعب زي ما قلنا. مستر بيتسو موسيماني وكلامه مع اللاعبين، الرسائل التحفيزيه اللي وصلت لمستر بيتسو موسيماني من جنوب افريقيا وتناول وسائل الاعلام في جنوب افريقيا للقاء وان هم بيبثوا رسائل تحفيزيه لمستر بيتسو موسيماني. يعني معظم الصحف في جنوب افريقيا النهارده تحدثت عن أهمية اللقاء وقالت يجب على جميع الشعب في جنوب افريقيا الا يتخلفوا عن دعم ومسانده النادي الاهلي وبيتسو موسيماني في هذا اللقاء، وايضا ان بيتسو موسيماني على موعد مع التاريخ مع النادي الاهلي. ان شاء الله اتحقق اليوم وان شاء الله النادي الاهلي يكلل بالانتصار والفوز بالاميره السمراء البطوله رقم 9. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. ومن فندق الاقامه هنروح لاهلي الجزيره والزميلة نورهان طمان. مساء الخير ومساء النصر يا نورهان، طمنينا على الأجواء عندك. مساء الخير يا كابتن ومساء الخير على كل ضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي للمباراة طبعا المرتقبة. احنا هنا من مقر الرئيسي النادي الاهلي بالجزيره، يمكن نحاول ننقل ليكم الاجواء زي ما قلنا لكم. يمكن صباح الباكر تواجد عدد من اعضاء لحجز مقاعدهم امام الشاشات الكبيره، كمان العنصر النسائي كمان متواجد بكثافه جدا، التواجد الجماهيري بشكل عام كثيف جدا منذ الصباح الباكر وحتى الان، ولا زال الاعضاء بيتوافدوا. كمان خلينا نقول انه يمكن قعدنا شويه وكانوا يعني وضعوا على عاتق اللاعبين يعني امور كثيره جدا، يعني على راسهم مروان محسن ومجدي قفشه، الاثنين كانوا واخدين النصيب الاسد من توقعات الاعضاء هنا في مقر النادي الرئيسي. كمان خلينا نقول انه الاجواء كرنفاليه بشكل كبير جدا، في اغاني يعني شغاله، احتفالات، في يعني اجواء جميله جدا هنا في مقر النادي الرئيسي. خلينا كمان نقول لكم انه كل الناس متفائله جدا ان شاء الله بنتيجه المباراه النهارده.
دي كانت ابرز مشاهد هنا من مقر النادي في الجزيره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا جزيلا للزميله العزيزه نوران طمان. ومن اهل الجزيره نروح لاهل الشيخ زايد والزميله مريم سميح. مساء الخير يا مريم، مساء المكسب ان شاء الله، طمنينا على الاجواء عندك. برحب بيك يا كابتن ايمن وبرحب بكل متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن النهارده اليوم مختلف شويه يا كابتن ايمن، زي ما انت شايف حواليا وخلفي النهارده حتى الاعضاء بيتكلموا ان فرع الاهلي الشيخ زايد مختلف عن اي يوم مضى. ديربي القرن او لقاء القمه الناس كلها مستنياه بشكل كبير قوي، كله زي ما حضرتك شايف مختلف الاعمار من كل كبار السن او الاطفال او الجيل الوسط مراهنين على ابطالنا طبعا ورجالتنا في الملعب. كل الناس توقعت توقعات مختلفه، يمكن قالوا ان مش هيبقى فيه سكور كبير ولكن اتكلموا على ان ممكن يكون 3-0 او 4-0 وكمان 3-1 لطبعا نادينا الاهلي النادي العظيم. كمان مراهنين بشكل كبير جدا على المدير الفني واللي بيخوض المباراه الاولى ليه في افريقيا مع النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني. كمان عايز اقول لك يا كابتن ايمن ان النهارده قطاع الامن بفرع الاهلي الشيخ زايد يعني زي ما حضرتك شايف بيحاولوا ان هم يسيطروا سيطره كبيره جدا، موفرين للاعضاء يمكن اكتر من شاشتين عملاقتين وخمس شاشات في المجمل. كل الناس مجمعه هنا مراهنين رهان كبير جدا على لاعبتنا في الملعب ومتحمسين بشكل كبير قوي في مختلف الاعمار. ويمكن زي ما هكرر واقول تاني ان النهارده الاجواء استثنائيه وحماسيه بشكل اكبر من اي وقت مضى في فرع الاهلي بالشيخ زايد. بشكرك جدا يا كابتن، عوده للاستوديو مره اخرى. شكرا جزيلا لزميلنا الاعزاء وتغطيه مميزه جدا كالعاده من قناه النادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي، وطمنا فيها على كل الاجواء في كل هو ما هو متعلق بالنادي الاهلي. وزي ما قلت لكم في البدايه التفاؤل هو بدايه طريق الانصراط، وان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا، ولان الثقه المصحوبه بالتفاؤل واليقين بان اللي يتعب ويجتهد اكيد ربنا هيكرمه وينجح وينصره. دلوقتي هنطلع فاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الاعزاء الكباتن الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن اسامه عربي، والكابتن عادل مصطفى. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب. مساء النصر ان شاء الله. ان شاء الله يا ايمن اهلا بيك، وان شاء الله يبقى يومنا زي ما بيقولوا النهارده يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عربي مساء الفل ومساء المكسب ان شاء الله. ان شاء الله مساء الفل وان شاء الله البطوله التاسعه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن محمد يوسف مساء الفل ومساء المكسب بالبطوله الافريقيه التاسعه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يبقى يوم كده وليله جميله علينا وفرحه لينا، و سعيد ان معاكم بعد فتره وان شاء الله كده نفهم مع بعض كلنا ان شاء الله بعد الماتش. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل منورنا، وباذن الله ان شاء الله زي ما قال كابتن محمد نحتفل باذن الله بالمكسب بعد المباراه. حبيبي يا كابتن ايمن، مبسوط ان انا موجود وسط النجوم الكبار، ان شاء الله يبقى يوم جميل علينا والناس كلها تبقى مبسوطه بعد المباراه ويبقى يوم تاريخي للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، في البدايه انت حضرت المباراه النهائيه في البطوله الافريقيه كلاعب و كعضو في الجهاز الفني، ذكرياتك واحلى ذكرياتك الافريقيه. احلى ذكرياتي هتبقى اول بطوله اخذناها 82 طبعا. كان بقى لنا فتره كبيره قوي ما اخذناش بطوله افريقيا، وكانت اول بطوله وكانت بطوله صعبه جدا، واخذناها بره مصر يعني ما اخذناها في كوتوكو في غانا. ايوه. كنا كسبنا 3-0 النهائي، كابتن محمود خطوه ده فين وانا احرزت هدف 1-0 1-1 هناك، وكابتن محمود احرز هدف التعادل وفزنا بالبطوله. البطوله كانت غاليه جدا وكانت متعبة جدا والامور ما كانتش سهلة. صحيح. كمان الفرقة كانت قوية جدا، يمكن انت واسامة اكيد تحضر الفترة دي، الفرقة كانت قوية جدا جدا، والسفر في افريقيا كان حاجة كان صعب، كان شاق جدا يعني. صحيح. كلنا بقى عشنا موضوع افريقيا ده وسفر افريقيا قد ايه متعبة. دي كانت بالنسبة لي كمان عشان كنت تقريبا كنت اصغر واحد في الفريق، كنت انا وطاهر. دي احسن بطولة انا حسيت بحلاوة البطولة دي. البطوله بقى اللي اخذناها وكنت في الجهاز الفني وكانت طبعا ليها تاثير مش طبيعي، هدف ابو تريكه في الصفاقس التونسي طبعا. دي طبعا لحظه ايمن ما بتكررش في حياتك كتير جدا. صحيح. بطوله بتخلص وخلاص احنا بنخسر بطوله وهدف مش طبيعي لابو تريكه وتكسب بطوله ثانيه، تقريبا كانت نفس الفرحه اللي عشتها وانا لاعب هي نفس الفرحه اللي عشتها وانا مدرب في الجهاز الفني.
كابتن اسامه برضو نفس الحكايه، انت عشت الاجواء دي كتير جدا، اديني احلى الذكريات المباريات النهائيه في افريقيا. الحمد لله انا لعبت 6 نهائيات افريقيه. 6 نهائيات؟ اه كسبنا منهم 5 ما شاء الله. الوحيده اللي خسرناها اللي بعد ما العلاء بيتكلم فيها اللي هي 83 برضو لعبنا مع كوكو وكنا خسرنا في النهائي. بعد كده لعبت 5 نهائيات وخدناهم الحمد لله، 4 ابطال الكؤوس ومنهم 3 ورا بعض 84 85 86، واحتفظنا بالكاس الابد. وبعدين 87 ابطال الدوري مع الهلال السوداني، و طبعا كلهم حلوين جدا وكلهم ذكريات جميله جدا. اصعبهم بص، في الاولانيه بتاعت الكاس 84 كنا كسبنا 1-0 كانوا نياويندي الكاميروني وخسرنا هناك 1-0، وبعدين لعبنا ضربات جزاء ويمكن مين شاط اخر واحده بس؟ مجدي علاء ميبو اللي كان شاط اخر واحده كنت لسه اقول والله كان مجدي عبد الغني شاط اول واحده وضاعت وشوبير جت فيه اول واحده وانا اللي هخش بعد مجدي وانا ما بشوتش ضربات جزاء كتير يعني ما مش متعب، بس الحمد لله جبتها الحمد لله. وبعد كده جدية وزكريا وعلاء جاب اخر واحده وشوبير صد واحده ثانيه وخدنا البطوله. دي كانت بطوله صعبه جدا. برده 87 انت جبت فيها جون الهلال السوداني ابطال الدوري، دي برده البطولات الغاليه جدا يعني، هي كل البطولات النهائيات غاليه يعني. وفي ثلاثه برده 93 مع افريكا سبورت 1-0 هنا وهناك 1-1 ومع الجهاز مع مستر مانويل جوزيه 2001 خدنا بطولة أبطال الدوري مع سان داونز وكسبنا 3-1 وبعدين خدنا السوبر مع كايزر تشيفز. فأنا حضرت 6 وأنا لاعب، خدت منهم 5 وبعدين 2 وأنا أو 1 وأنا مساعد جهاز فني 2001 وخدنا فيها السوبر كمان. فالحمد لله أنا واخد 5 بطولات إفريقية مع النادي لاعب و2 وأنا مدرب. طبعا ذكريات كلها كويسة يعني. كابتن محمد يمكن انت بقى اخر واحد كنت مدير فني للنادي الاهلي سنه 2013 لما النادي الاهلي توج بالبطوله الثامنه. طبعا انت حضرت كلاعب وكمدير فني. ايه افضل الذكريات؟ والله طبعا يعني الحمد لله كان زي ما قال الكابتن اسامه كنا موجودين في بطوله 93 امام افريكا سبورت نهائي افريقيا. ودي كانت بطولة يعني برضو من البطولات الغالية علينا جدا، تعادلنا مع افريكا سبورت 1-1 هناك في الذهاب ثم 1-0 بضرب الجزاء العدل عبد الرحمن في العودة. ده كان وانا لاعب. اما طبعا البطولة الأخيرة اللي هي 2013 أبطال الدوري فدي كنت طبعا وانا مدرب. الاثنين ليهم كل حاجة ليها طعمها يعني. كنت انت المدير الفني؟ كنت المدير الفني وحضرت مع كابتن حسام كمان مدرب عام في 2012 قبلها بسنة على طول الترجي التونسي هناك. بطولة 2012 كانت بطولة جميلة جدا، عملنا مباراة نهائية يعني أحلى من أحلى النهائيات اللي بصراحة كانت موجودة. أحلى الذكريات طبعا وأغلى حاجة لما بتبقى مسؤول، لأن الموضوع بيبقى أصعب بكتير جدا وأنت لاعب بتبقى مسؤول عن نفسك، إنما وأنت مدرب أنت شايل مسؤوليه فريق ومسؤوليه لعيبه ومسؤوليه جمهور ومسؤوليه اداره صحيح. فطبعا الحمد لله يعني كنا موفقين. الحب طبعا والترابط والشغل اللي تم في الفتره دي في اصعب الاوقات، لان طبعا الفتره دي ما كانش فيه دوري وكان فيه حاجات كتيره وملعب لعبنا بره في الجونه وكانت ظروف صعبه جدا وكان تخلل البطوله دي برضو اجواء خارجه عن ارادتنا، خروج مصر في تصفيات كاس من كاس العالم تصفيات كاس العالم على يد غانا 6-1 وكانت داخله معانا برضو في المشوار فاثرت نفسيا على لعيبه كتير عندنا، لان كان عندنا حوالي 7-8 لعيبه في المنتخب في الوقت ده. فبطوله غاليه وبطوله يعني احنا دايما جمهور الاهلي ومسؤولين الاهلي ولاعيبه الاهلي دايما بيحبوا بطوله افريقيا، في ترابط وفي علاقه ما بين يعني هتلاقي واحنا قاعدين كده هتلاقي كل واحد ليه علاقه بافريقيا، ليه علاقه ببطوله من بطولات افريقيا. فدايما احنا بنحط بطوله افريقيا دي معيار ومقياس لينا كانجازات وكتاريخ لينا يعني. فالحمد لله ان شاء الله اللقب التاسع ان شاء الله يجي لنا النهارده يا رب، ودولاب النادي الاهلي دايما يتزود بالبطولات القاريه لان مهم جدا. يمكن احنا كسبنا
2013 بطوله ابطال الدوري، ثم بعد ذلك كسبنا السوبر مع الصفاقس التونسي، واتعمل النادي الاهلي او يعني توج النادي الاهلي بالاكثر، النادي الاكثر في العالم تتويجا بالبطولات القاريه ب 19 لقب. مزبوط. كنا تسوينا مع برشلونه، ودي طبعا كانت احتفاليه كبيره جدا، وجي مندوبين من الفيفا واتعملت يعني احتفاليه كبيره جدا ب 19 لقب للنادي الاهلي في الفتره دي. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع للريكوردز دي، والريكوردز دي ما كانتش بس موجوده في 2014 كاحنا كجهاز يعني، كان صدفه بس من حسن حظي ان انا كنت موجود على راس القياده الفنيه، لكن اللي وصل كان مديرين فنيين قبلي، كان في كابتن حسام موجود، وكان في مستر منور جوزيه، وكان في كابتن عمر سلامه، وكان في كابتن جوهري في 82. كل من اضاف بطولات قاريه هتلاقي تاريخ كبير جدا موجود اضاف البطولات دي. نتمنى ان شاء الله احنا دايما نبقى في المقدمه ودايما نبقى في الرياده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، اهم ذكرياتك مع البطوله الافريقيه. انا حضرت 2001 المباراه سان داون 3-0، ولعبت مباراه كايزر تشيفز السوبر الافريقي 2002، وكنت مشارك في مباراه كامله، ودي كانت يعني كان اكتر بطوله ليا انا، يعني كنت حاسس ان هي يعني اقرب حاجه لقلبي، واكتر حاجه مباراه كان فيها شغل كتير، اكتر مباراه اثرت فيا انا كمان بعد وانا بلعب في التدريب، ان كان مباراه كان في تفاصيلها كتير، ومستر مانول كان في المباراه دي عمل لنا حاجات كتير جديده ما كناش واخدين عليها، كان في مصر، بتلعب في مصر وسط جمهورك، متعودين نضغط ونلعب، كان في تفاصيل في المباراه دي الواحد اتاثر فيها مستقبلا في التدريب حتى. كنا بنلعب كايزر تشيفز، وكان في كايزر تشيفز كان عندها صعوبات عاليه جدا، كان اول مره ابقى موجود بلعب في مباراه على ملعبي، ومدرب يقول ان احنا نلعب زوم من نص الملعب، سيبنا لهم مساحه كبيره جدا، نص ملعب كامل، كان موجود بيبو ورضا شحاته، المباراه دي كنت بلعب انا وحسام غالي، وجيلبرتو كان بيلعب رقم 10، كنا بنلعب 3-5-2 وفيرودين. انا فاكر المباراه دي بتفاصيلها من في الاسبوع الكامل اللي قبل المباراه، التحفيظ اللي كنا بنتحفظه مستر مانويل، حاجات بالنسبه لي كانت جديده عليا، ما كانتش منطقيه، كانت غريبه شويه، ولكن في المباراه عايز اقول لك المباراه دي كسبنا 4-1، وضيعنا كم اهداف كتير جدا في المباراه دي، كان في استحواذ كبير جدا لينا، ومع اننا كنا سايبين مساحه كبيره جدا في ظهر الديفنس، يعني هم كان سيبنا لهم الاستحواذ، واحنا كنا بنلعب الهجمه المرتده. في بدايه اللقاء بيبو سجل، حسام غالي سجل، المباراه فاتحه جدا، المباراه كانت مفتوحه يعني بشكل كبير جدا، مباراه من المباريات المهمه بالنسبه لي في حياتي، ومباراه انا اتاثرت بيها حتى في الشغل، يعني في التدريب من الحاجات اللي تحببك في التدريب هي المواقف مستر مانويل جوزيه، كانت حاجه جديده في استاد القاهره والاستاد مقفول وانت بتلعب زوم في ملعبك، واحنا حتى في قبل المباراه دي قعدنا نتكلم، هو احنا ليه هنلعب زوم في استاد القاهره، يعني ليه مش هنلعب الكايزر تشيفز، هنلعبهم نضغط عليهم ونلعب جيم مفتوح من بدري يعني. فدي كانت البطوله الاهم اللي عندي يعني. الحمد لله، وان شاء الله باذن الله كلنا بعد مباراه النهارده نفرح بالبطوله التاسعه ان شاء الله. هنروح لفاصل وبعدين نخش بقى على طول على الفنيات لمباراه الاهلي والزمالك النهارده، ارجوكم انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا عايزين نتكلم النهارده على غيابات الفرقتين، زي ما شفنا في اخر مسحه اتعملت يوم الاربع كان في ثلاث اصابات لكل فريق، من النادي الاهلي كان وليد سليمان، وكان معاه صالح جمعه، و من نادي الزمالك كان عبد الله جمعه ومحمود الونش واوباما. كابتن علاء، طبعا في البدايه نتمنى السلامه للعيبه الفرقتين، طبعا نتمنى السلامه للجميع، ولكن عايز اعرف تاثير الغيابات ديت على الفرقتين. المشكله دلوقتي دايما ان الكورونا هي بتحكم الوقت في تشكيلك والله وجاهزيه لعيبتك، مش حاجه تانية خالص يعني، دلوقتي الكورونا يعني ربنا يعافينا ان شاء الله منها. التاثير الاثنين في غيابات مؤثره يعني، لو هتكلم عن النادي الاهلي يمكن اكيد الو ديانج هيبقى مؤثر، الو ديانج الفتره الاخيره في النادي الاهلي من اكتر اللعيبه ثباتا للمستوى، وديانج كان اخر فتره تحس ان في لعيبه دايما بتتفرج عليه مستواه مباراه عن مباراه بيعلى فنيا، بيعلى بدنيا، خلاص واخد على الاجواء، تحس ان الثقه عنده، ان هو انت ما تقدرش تحرك ديانج من نص الملعب، عندك نص ملعب قوي جدا. صح. بدا هو حتى كمان يزود نفسه، يعني كان الاول اول ما بدا خالص كان بيقطع ويسلم مش اكتر، لا مع مرور الوقت، وده لعيب الكره الذكي على فكره، ان انت ما تفضلش على
اداء واحد او على ريتم واحد، خصوصا انت بتلعب في وسط النادي الاهلي، انت في وسط لعيبه كلها لعيب الكوره، فده بيساعدك كمان. صح. يعني ديانج لو في فريق تاني يا ايمن مش المستوى بتاعه مش هيعلى كده. ان انت في وسط لعيبه النادي الاهلي لعيبه كلها لعيبه الكوره بيحبوا يلعبوا كوره، فهو بدا يزيد وده كان منه. واكيد كان عادل بيتكلم على ديانج دايما ان هو مع يعني ديانج مع بمستواه ده هيبقى في حته ثانيه خالص. ده اكيد. فديانج انا شايف ان هو التاثير الاكثر في النادي الاهلي في بدايه المباراه. لكن في ورقه رابحه انت خسرتها النهارده وليد. ايوه وليد سليمان ورقه رابحه جدا كانت مع مستر موسيماني على طول متواجد. بينزل طبعا حتى لو خمس دقايق بيعمل فرق، بيدي روح من لعيبه من الهدافين بتوع الفريق، بيعرف يجيب جول كويس قوي. وليد من اللعيبه اللي هما تحس ان هو من اللعيبه اللي هي خلاص مش موجود زي وليد، يعني حاجه زي وليد مش موجود. عشان كده بقول لك ده الاكثر تاثيرا، ديانج في الاول وبعدين وليد. على الجانب الاخر لا، الزمالك غياباته مؤثره اكتر. ايوه لان التعويض هيبقى صعب، التعويض هتجيب لعيب مش بيلعب، هتجيبه في مكان تاني خالص، او لعيب بعيد او بيلعب في مكان حساس. يعني محمود حمدي غيابه النهارده ممكن هتلاقي عندك مثلا محمد عبد الغني. هو البديل. بعيد بقاله ما بيلعبش، والحته دي دايما كان يوسف بيتكلم فيها ان هو دايما الاثنين مساكين جنب بعض، حته التفاهم دي ايمن مهمه جدا جدا جدا. صحيح. في المكان ده. صحيح. يعني في مكان لو اتغير ما تحسش بفرق. مزبوط. انما في حته الاثنين مساكين دول التفاهم حاجه مهمه جدا. صح. فعلاء مع محمود كان اكيد الامور كانت سهله، التفاهم عالي جدا. خلي بالك كلامك صح. فضل. واحنا هنجيبها بعد كده ان شاء الله، هنجيب بعض الاخطاء اللي حصلت في وجود علاء ومحمد عبد الغني. ومحمد عبد الغني مش عشان هو مش وحش، لكن لا، هو عشان بعيد ايمن ومش في الصوره. مباراه النهارده خد بالك، مباراه النهارده على اللعيبه اللي هم اللي بيلعبوا على طول وموجودين في الملعب مش سهله. ايوه مباراه النهارده مباراه ليها يعني اما نتكلم عليها، لا مباراه النهارده مش سهله بكل المقاييس. فتخيل واحد بقاله فتره ما بيلعبش في مكان حساس زي ده، فاعتقد هيبقى تاثير. صحيح. اللي بعديها على طول عبد الله جمعه، ما فيش البديل، عبد الشافي مصاب وعبد الله كان ناحيه الشمال. مزبوط. عامل جبهه ممتازه. اسلام جابر بقى هو البديل، واسلام جابر ما بيلعبش المكان ده. مزبوط. بقاله كتير. مزبوط. فهي دي الغيابات المؤثره في نادي الزمالك اكتر شويه. يجي في المرتبه الثالثه يوسف اوباما، يمكن تعويضه ممكن هتلاقي حد في نص الملعب ممكن موجود. لكن دايما انت بتبص على الاماكن الحساسه اللي هتعمل معاك تاثير. هي. التاثير من وجهه نظري انا مكان محمود ومكان عبد الله جمعه. مكان محمود الونش ومكان عبد الله جمعه. كابتن اسامه، مستر موسيماني يعمل ايه في غياب ديانج؟ يتصرف ازاي؟ هيلعب حمدي فتحي؟ طبعا يعني غير طريقه اللعب ولا هيلعب بنفس الاسلوب؟ لا لا، زي ما علاء قال الحمد لله احنا البدايه بتاعتنا التاثير فيها مش هيبقى كبير، هي تاثر في الاحتياطي عندنا اكتر. يعني طب ما فيش شك ان اليو ديانج مميز جدا، ولكن حمدي فتحي فتره طويله كان اساسي، وحمدي فتحي عنده ميزه عن ديانج وعنده عيب او مش عيب، ديانج اعلى في جزئيه. حمدي فتحي اعلى في الجزء الهجومي. يعني في التمرير، في التكمله على ال 18، في التسديد، في الكرات الثابته، بيطلع في الضربات الثابته الفاولات والكورنرز والحاجات دي، بيلعب بدماغه كويس. عن ديانج. ديانج بس اقوى في النواحي الدفاعيه، وكانت حالته فيها فوقان قوي. فحمدي فتحي انا اعتقد ان شاء الله هيعوض غياب ديانج، فما فيهاش تاثير كبير قوي. يعني هو مش هيغير في طريقه اللعب. هو مجرد انه ديانج مش هيلعب، هيلعب حمدي فتحي جنب السوليه، الباقيين اعتقد هم يعني. لكن المشكله اللي علاء اتكلم فيها ان شاء الله احنا نستغلها، انه هم عندهم اثنين من خط الدفاع الاساسيين غايبين. استغلها بقى، اولا نمره واحد حاله اللعيبه الاول تبقى كويسه، دي نمره واحد في اي مباراه. والتوفيق. نتمنى طبعا حاله اللعيبه والتوفيق. لابد انه واحد زي حسين الشحات بيلعب ناحيه الجنب اليمين اللي هيكون فيه اسلام جابر، او اذا فكر في فكره تانية وارده برضه، بس هو غالبا اسلام جابر الاقرب، انه يلعب محمد عبد السلام اللي هو المساك يلعبه ناحيه الشمال ممكن، بس هو اقرب لاسلام جابر. اسلام جابر زي ما علاء قال انه مش اساسا باك ليفت، الراجل بيلعب في وسط الملعب، وكانت معظم الماتشات اللي فاتت بيلعبوا ارتكاز جنب طارق احمد. لعب قبل كده كمان اسلام، لعب بعض الماتشات بس انا اقصد مش بصوره اساسيه. لا، لكن هو اقرب كان بيلعبوا الماتشات اللي فاتت في وسط الارتكاز جنب طارق حامد. بالظبط.
مش مدافع طبعا. انت قصدك على اسلام؟ اسلام جابر. هو خلي بالك الماتش اللي هو الاخير بتاع الرجاء لعبه جزء في الاخر، لعب جزء جنب طارق، لا لعب جنب طارق حامد ده في البدايه، والساسي رحل قدام شويه. مظبوط. ما هو في ماتشات لما كان اوباما غايب مزبوط. كان بيلعب طارق بيلعب طارق حامد و ايوه بالظبط، واسلام جابر بيتقدم يبقى نمره 10 ارتكاز بيلعب فرجاني 10 بالظبط. فاسلام يمكن حتى جاب جول في الماتش الاخير اللي بوش رجله الاولاني جول التعادل. مظبوط. فاسلام هيلعب ناحيه اليمين، مفروض انه كمان احساس مش بس حسين شحات اللي هو هيلعب ناحيه المفروض الجناح اليمين هي. مش بس حسين هي. كمان لازم رؤيه من واحد زي قفشه، واحد زي فتحي، لازم يبقوا فاهمين ان الحته دي هتبقى فيها مشكله عندهم انه اسلام مش مدافع، يعني اقرب للوسط المدافع او المهاجم، مش باك اساسي مدافع بيعرف يدافع ويغطي وكده. فدي لازم تشتغل. طب نقول لك يا كابتن اسامه تشكيل النادي الاهلي وصل لنا اهو. معانا الشناوي لحارس المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، في القلب ياسر ابراهيم وايمن اشرف، قدامهم السوليه وحمدي، قدامهم ثلاثه اجايه قفشه و ناحيه الشمال ناحيه اليمين حسين الشحات، وقدام مروان محسن. هنقولها مره ثانيه: الشناوي، هاني، ياسر، ايمن اشرف، علي معلول، سليه، حمدي، جايه، قفشه، حسين الشحات، مروان محسن. هو لعب بالتشكيل اللي احنا كلنا عارفينه، كان بس هيبقى اليو ديانج مكان حمدي فتحي اللي هو لعب بماتش الوداد، واللي هو ده كان الشكل الاساسي في الفتره الاخيره لمستر موسيماني. فما فيش تغيير حصل، هو مجرد حمدي مكان ديانج، فمش هيبقى تاثيرها كبير قوي. احنا قلنا التاثير الاكبر هيبقى خط ظهر الزمالك، لانه خاصه كمان انه باتشيكو بيلعب في نص ملعبه، بيلعب بيحاول يأمن دفاعاته وبعدين يلعب على هجمات مرتده، فمحتاجه دفاعات صلبه. مفروض انه عبد الغني قوته الدفاعيه مش زي الونش، حتى في الضربات العاليه الكرات العاليه الونش كويس فيها، الكرات العرضيه اللي هيبقى المفروض مروان يستغل الجزئيه ديت، وان شاء الله اجايه وكده. فان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله تتعود، بس هو طبعا التاثير الاكبر زي ما علاء قال هو الاحتياطي، ان وليد هو الاول بديل مؤثر في النادي الاهلي. احنا معانا الاحتياطي للنادي الاهلي، معانا علي لطفي لحراس المرمى، رامي ربيعه، محمود وحيد، جيرالدو، بادجي، كهربا، واحمد الشيخ. كابتن محمد، باتشيكو ما بيغيرش طريقه لعب وخصوصا في المباريات الكبيره، وكذلك مستر موسيماني ما بيغيرش اسلوب اللعب. هل ممكن واحد من الاثنين يفاجئنا النهارده؟ يعني مثلا هل ممكن باتشيكو النهارده يفاجئنا مثلا انه يلعب ضغط عالي من قدام، او هل مستر موسيماني النهارده يسيب الاستحواذ لنادي الزمالك؟ هو باتشيكو مش ما بيستحوذ، يعني باتشيكو طريقته واحده. اهم حاجه عنده التامين، ودي هتبقى حتى سواء موسيماني او باتشيكو الاثنين هيلعبوا بتامين. خلي بالك المباراه حساسه جدا جدا جدا، كل فريق او كل اللاعبين في الفريقين مع الاجهزه الفنيه هيبقوا عايزين يعني يبداوا بحذر قوي. ما حدش عايز يبقى فيه مغامره في الاول، عايز يشوف حاله اللعيبه بتاعته الاول هتبقى عامله ازاي، دي مهمه جدا. باتشيكو من نوعيه المدربين اللي عنده يعني حذر، بيلعب شويه بتحفظ، يحب يامن قوي، وبعد كده الحته الهجوميه يعني متروكه شويه للاعبين، لقدرات يعني هو اهم حاجه عنده وتعليماته دايما، وبيبقى عنيف قوي وقوي قوي في حته ان اللعيبه تادي الحته الدفاعيه وحته التامين. صح. وحته ان هو يبقى فيه صلابه في الحته الدفاعيه، لا دي ده طبعه. اللي هيزيدها كمان النهارده غياب لاعبين زي ما قال الكابتن اسامه، غياب لاعبين اساسيين عنده في التشكيل. يعني النهارده انت بتتكلم عنده عنصر اساسي زي الونش في دفاع الزمالك، عنصر مؤثر، عنده عبد الله جمعه حته الباك ليفت برده. فانت النهارده لما بتغير في الديفنس عنصرين في جنب واحد، يعني الونش ناحيه عبد الله، فدي نقطه اكيد هتاخد حيز كبير جدا من تفكيره. اعتقد الاثنين هيلعبوا حتى موسيماني بيلعب على الاستحواذ اهم ما
يميز موسيماني ان هو بيحب يستحوذ، بيحب ان هو دايما الكره تبقى معاه، لكن اعتقد مش هيفرط قوي في الناحيه الهجوميه، لان برضو رباعي الزمالك الامامي لابد ان يحترم. يعني لو بتتكلم على مصطفى محمد، بتتكلم على زيزو، بتتكلم على بن شرقي، بتتكلم على فرجاني الساسي. احنا معانا تشكيل نادي الزمالك. اه طب مين؟ طيب ابو جبل حراسه المرمى، احمد عيد، محمود علاء، محمد عبد الغني، اسلام جابر، اثنين في نص الملعب، طارق حامد، ساسي، شيكابالا هيلعب نمرة 10، هيبقى شماله بن شرقي، ناحيه اليمين زيزو، وقدام مصطفى محمد. مظبوط. فانت عندك النهارده رباعي اللي هو شيكابالا وبن شرقي وزيزو مع مصطفى محمد ومع تكمله فرجاني ساسي. يعني برضه شيكابالا محمد. ها؟ مفاجأة شيكابالا. شيكابالا طبعا مفاجأة. كان في برضه تفكير فيه شويه. معلش بس انا بالنسبه لي مفاجأة. يعني هو نتيجه ان هو غياب عبد الله جمعه عمل ايه؟ خلى يحصل شيفت في كل الفرقه، في كل الخطوط. مظبوط. اسلام جابر رجع يقفل الحته دي. صح. في حته الوسط فضيت، عمل غربله شويه، راح نازل فرجاني ساسي يملى في حته الوسط، فاضطر الحته اللي قدام فضيت وطر دفع بيه. ايه ده؟ ها؟ لا بص، لا بص، هو احيانا يعني بص احيانا في الناحيه الدفاعيه هيبقى ممكن يفقد واحد. يعني ممكن. بتكلم محمد قال تغييره. انا بتكلم دي في صالح شكل نادي الزمالك وطريقه اداؤه. هتديله قوه هجوميه على حساب صلابه دفاعيه. يعني ليه؟ فرجاني كده رجله بتاخده لقدام. فانت عندك بس كده خمسه في اي هجمه نادي الزمالك مكملين، وخمسه كل واحد فيهم يعني عنده القدره يصنع الفارق او يصنع لك التمريره الذهبيه زي ما بيقول في اي وقت. طبعا اسلام جابر مش هيتقدم بالشكل احمد عيد، يعني اعتقد ان هيبقى في تحفظ شويه بالنسبه للباكين. احمد عيد ما عندوش خبرات قوي حته نهائيه، فكل ما هيطلب منه ان هو يشتغل على جونيور اجاييه، يعني هيبقى مهتم قوي جونيور. فانت عندك خماسي يعني هيبقى لازم ياخد مجهود كويس قوي من حته وسط الملعب بتاعتنا، حمدي فتحي والسوليه مع الرباعي اللي ورا. بس بالتشكيل ده برضه هيظل باتشيكو على حته التنظيم الدفاعي وغلق المنطقه قدام. لا غبار، دي طريقه باتشيكو. باتشيكو بيلعب دايما الحته دي، اسلوب شغله كده، اسلوب تفكيره كده، فلسفته كده زي موسيماني بيشتغل على فلسفه الافراد. فايا كان الافراد، ولكن الافراد دي هتنفذ فكره بس بنسبه غير طبعا لما كان موجود بقى اسلام جابر. صحيح. كابتن عادل، هنرجع نتكلم على الاستحواذ، وانا عارف ان انت بتحب تتكلم على الاستحواذ انت وكابتن علاء ايهوب، ودايما انتوا بتحبوا الاستحواذ وحتى لو سلبي. نرجع نتكلم عليها ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، كنا بنتكلم على الاستحواذ، وانت دايما بتفضل ان الفريق يستحوذ على الكوره حتى لو استحواذ سلبي، ولكن في بعض الاحيان مش شرط اللي هو بيستحوذ على الكوره اغلب الوقت يكون هو الافضل، لان احيانا انت ممكن تستحوذ على الكوره ولكن لما بتتقطع منك في جزء معين من المباراه بيبقى انت عندك حته التمركز الدفاعي فيها خلل شويه. فبالتالي طبعا احنا عارفين نادي الزمالك بيستغل سرعه الطرفين ورا الباكين، وانت في الحاله الهجوميه بيبتدي على الاقل علي معلول بيسيب مكانه وبيطلع يتقدم في الناحيه الهجوميه. لا، هو الاستحواذ السلبي ليه وقت ان انت تعمل راحه للفرقه، تعيد تنظيم خطوطك، هو ده دي ميزه الوحيده الاستحواذ السلبي. ولكن مش دايما الاستحواذ السلبي جيد يعني او مستحب عند كل الفرق. ولكن هنتكلم في التفاصيل اللي حضرتك اللي هتؤدي للاستحواذ. أيوة. نادي الزمالك، احنا ممكن نشوف الارقام والفروقات بين مستر موسيماني وبين مستر باتشيكو. باتشيكو لعب 8 وموسيماني لعب 7. مستر موسيماني فاز في 6 وباتشيكو فاز في 7. هزيمه ما فيش وتعادل 1-1، يعني تقريبا في تساوي. يعني كلام استحواذ على المدربين. ودي ايه بقيه الارقام؟ الاهداف 14 و14. دخل المرمى هنا 5، هنا 2. معدل الاستحواذ عند مستر موسيماني 55%. الفرقتين مختلفين. خلينا نتكلم ان الزمالك بيعرف يعمل استحواذ، ولكن الزمالك في الاساس فرقه كاونتر اتاك. صح. الزمالك فرقه كاونتر اتاك، والنهارده هتفقد عنصر كبير جدا
من اهم عناصرها في الجانب الدفاعي وجانب الهجوم ان هو اوباما. اوباما من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر رقم 10، وما عندوش مواصفات رقم 10 اللي هو بيعمل استحواذ واللي هو يرمي ثروهات واللي هو يعمل ريتم المباراه، ولكن عنده مواصفات تانية جيده الرقم 10. لما بتيجي تلعب برقم 10 اللي هو عنده مواصفات راس الحربه مظبوط، اللي هو 9 ونص مظبوط، بيعمل لك في التنظيم الدفاعي. لما الزمالك بيلعب 4-5-1 الزمالك دايما في التنظيم الدفاعي بيلعب اكنه بيلعب 4-5-1 حتى لو بيلعب ب2-1 او بيلعب ب3 في نص الملعب. اوباما عنصر مهم جدا، وانا شايف ان الزمالك يعني فقد 50% من الواجبات الهجوميه حتى بوجود شيكابالا. وجود شيكابالا هيديك شويه ممكن يدي استحواذ، ولكن الزمالك مش فرقه استحواذ. الزمالك بيلعب من عند طارق حامد او من عند ساسي او الحاجات الطويله من عند الباكين. الحاجات الطويله من عند الباكين هتفقد عنصر جزء منها من ناحيه اسلام جابر. اسلام جابر طبعا لعيب كره كويس، ولكن ما عندوش احساس المكان ده من تحت. دي نقطه. نقطه ثانيه عندك محمود علاء والونش، برضو الونش كان ليه دور حتى لو هو كورته مش اعلى حاجه، ولكن كان ليه دور في ان هو رجله بتجيب النص ملعب شويه، دي هتاخد من نادي الزمالك شويه. وفي حاجه بالنسبه لاسلام جابر برضو عايز اسالك عليها، هل هو هيعمل الواجبات الهجوميه زي عبد الله جمعه؟ هو خد بالك، هو عنده واجبات هجوميه. لما تيجي تقارن الاثنين، اسلام عنده واجبات هجوميه اكتر من عبد الله جمعه، لان اصلا هو لعيب جناح وعبد الله جمعه في الاساس لعيب جناح. فالاثنين عندهم يعني دي مش هيبقى فيها مشكله شويه، ولكن هيبقى فيها مشكله في التمركز. عبد الله اخذ وقت انه يعرف يتعلم التمركز. فدلوقتي ما بقتش باينه قوي. لكن اسلام انك تيجي تلعب مباراه فاينل برده فيها ريسك شويه. انا كنت متخيل انه ممكن يضم، انه ممكن يلعب حد من المساكين او حازم امام باك اساسا ممكن يكون مش على عدلته، ولكن هو عنده خبرات المكان ده في الباك. ولكن اسلام جابر ووجوده ممكن يكون هو بالنسبه له انه يطلع الكره بشكل كويس. اللعبه الاساسيه اللي الزمالك بيشتغل عليها ان هي الحاجات الطويله لمصطفى محمد لو مفيش كاونتر اتاك. فده لازم النادي الاهلي برده لازم ياخد باله منه، الحاجات الطويله. لازم المسافه اللي النادي الزمالك ما يبقاش جوه ال 18. يعني لو شفنا الاجوال اللي دخل في مباراه 3-1 الزمالك باستثناء الكاونتر اتاك، مصطفى محمد موجود جوه ال 18، في اثنين كاونتر اتاك والجون بتاع مصطفى محمد هو جوه ال 18. فدي مهمه جدا. اول حاجه ما يبقاش عندك وقت اللي على الاطراف ان حد يبقى عنده وقت يلعب الكوره، لازم يكون في ضغط على الاطراف جيد جدا. لازم يكون البدايه من بدري، مش هقول نلعب ضغط عالي، ولكن يكون ضغط بدري بالذات على محمود علاء. محمود علاء بيعمل كور طويله بشكل جيد جدا. النادي الاهلي عنده مميزات، ان النهارده هو عنده رقم 10 بيعرف يعمل الواجب الدفاعي بشكل كويس. قفشه بيعرف يعمل الواجب الدفاعي بشكل كويس. قفشه رجليه في ملعب بقاله فتره بعكس شيكابالا لعيب كويس وكنترول من اللعيبه اللي بتعرف تعمل استحواذ عليه جدا، ولكن وجوده في رقم 10 في وسط الملعب بيقلل من فرصه شويه ان هو هيستلم بظهره كتير. شيكابالا من الناس اللي بتحب تيجي بوشها كتير. بما انك كابتن عادل قلت برضو على حته الضغط على محمود علاء، احنا ممكن نجيب التحركات بتاعه محمود علاء والاخطاء الدفاعيه اللي بيقع فيها قلبي دفاع نادي الزمالك، خصوصا لما بيكون محمود علاء بيلعب هو محمد عبد الغني، ممكن نجيبها دلوقتي لو سمحتوا. الونش بيداري ديفو شويه في نادي الزمالك. السرعات صح، السرعات اللي موجوده والكرات العاليه، الكرات العاليه بيحاول بيقطعها بدري. ممكن يكون لو هتقدر تقول ان اكتر واحد مستخلص كوره في نادي الزمالك هتلاقي محمود الونش، هو اكتر واحد مستخلص الكوره. فدي بيعمل ديفو شويه في نادي الزمالك. نادي الزمالك لما بيعمل استحواذ بيفقد جزء كبير جدا من عنده من خطورته، ان هو عنده جناحين سرعة جدا، عنده جناحين بيلعبوا الكرات المرتده بشكل كويس جدا. وفي نفس الوقت هتبدا تشوف الثغرات اللي موجوده في نادي الزمالك، الحاجات اللي في ظهره. فانا شايف ان النادي الاهلي في بدايه الهجمه يبدا على ناحيه محمود علاء ويسيب الكره تروح لعبد الغني ويبدا يشتغل عليها. فدي نقطه مهمه جدا، انك بدري تقفل من بدري الكرات العرضيه، دي مهمه جدا. قبل ما تراقب مصطفى محمد طبعا لازم تقفل من بدري الكرات العرضيه. والنادي الاهلي وهو بيعمل الضغط، بص كابتن عادل، عبد الغني وعلاء، بص عبد الغني وعلاء ده ماتش من ضمن المباريات موجودين خارج الجول، بيطلعوا بره الجول. الونش تمركزاته افضل صح، والونش بيتعامل مع الكرات الهوائيه العاب الهواء بشكل افضل من الاثنين. فهو الزمالك انا شايف ان التغييرات التاثيرات في الغياب عند نادي الزمالك هتبقى عاليه جدا. خسرت الباك ليفت الاساسي صح بتاعك، خسرت المساك اللي هو الاهم نقطه دفاعيه في نادي الزمالك، وخسرت التمركز الهجومي والدفاعي الشكل الدفاعي من عند اوباما. فانا شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله يبقى في ليه افضليه النهارده، الشكل افضل. ولو النادي الاهلي لعب بنفس شكل المباريات اللي فاتت هيبقى ليه افضليه في المباراه. بس برضو وقفه ثانيه لعبد الغني وعلاء. عبد الغني وعلاء برضو على فكره في المباريات الافريقيه عبد الغني عمل اربع اخطاء، الاربع اخطاء باربع اهداف. عبد الغني
خلينا يعني مش عايزين نبقى نقصوا على اللعيبه، ولكن بس احنا بنقول مميزات الونش. لا الونش مميزاته اعلى. محمود علاء مميز في ان هو بيعرف يجيب جوال، يعني مميزات محمود علاء كلاعب في الملعب ان هو بيعرف يسجل اهداف وان هو بيعرف يعمل كرات الطوليه بشكل كويس، ولكن الحالات الدفاعيه عنده ممكن تكون اقل شويه من الونش. ايه كابتن علاء، ممكن بس اقول حاجه بعد كلام عادل؟ لازم محمد عبد الغني بس عشان محمد عبد الغني احنا كل كلامنا ان هو عشان بقاله فتره ما بيلعبش كان عادل بيتكلم، لكن لو رجعت بدايات محمود حمدي وكان معايا انا اساسا ما كانش هو محمود حمدي طبعا، لكن مع اللعب والاستمرار وكده كان عادل بيتكلم. المواقف في الاماكن دي ايمن بتتقلك انت كلاعب كوره، كتر مواقف بتخليك انت تاخد خبرات. فبس عايزين النهارده محمد عبد الغني، والنهارده المباراه بظروفها صعبه عليه ان هو بقاله كتير بعيد عن المباريات. حتى الاخطاء اللي جبناها الوقت كان دايما مع علاء، لكن اللي عايز اقوله برضه هو اكيد لعيب كويس طبعًا، لكن هو محتاج خبرات. لكن النهارده الظروف اللي في المباراه بالنسبه له، بالنسبه لاسلام زي ما كان بيتكلم اسامه وعادل، صعبه شويه. كويس، ازاي بقى مستر موسيماني يستغل نقط الضعف في خط الدفاع وكمان يقفل على نقط القوه في هجوم نادي الزمالك؟ بص يا احنا هنتكلم الاول على هجوم نادي الزمالك. واضح لاي حد معروف قوه الزمالك في الاطراف صح، وتحركات مصطفى محمد كويس خلاص. وجود شيكابالا النهارده لما كان عادل بيتكلم ممكن تلاقي دفاعيا مش قوي قوي، لكن شيكابالا من لعيبه كورته كويسه، ولو لقى مساحه ولقى الوقت هيتعبك. يعني شيكابالا بحالته البدنيه وكان بعد شويه ما تديلوش مساحه ولا وقت، لان لو خد العنصرين دول ايمن ممكن يعمل تمريره او ممكن يشوط شوطه كويسه، ممكن يعني يبقى مؤثر صح. لكن كل التاثير على فينو عند اشرف بن شرقي واحمد زيزو مع طبعا التكمله الاخيره مع مصطفى محمد. الكره عشان تدافع، مش عشان تدافع من عند الاثنين دول بس، لا عشان ما توصلش الكره للمناطق الخطر دي ايمن لازم انت من بدري من بدري تقطع الكره. زي ما كان عادل بيتكلم وقت الزمالك مش من هوات التحضير، الزمالك دايما بيلعب كره طويله وبيلعب على الكره الثانيه اللي دايما بتبقى خطورتها لو جت لسياسي. ساسي من لعيبه الكره موجودين في مصر وكنا عارفين ان هو بيشوف الملعب كويس قوي، تمريرات مؤثره جدا حتى لو مش بدنيا عالي لكن مؤلف في تمريراته. عشان كده دايما انت المفاتيح دي تقفل عليها، بس مش تقفل عليهم هم، لا هم كاشخاص، لا من بدري. ما الكوره عشان توصل لدوله، طب ما انا بلاش الخطوره توصل من بدري. يعني دايما دلوقتي او عامه في الكوره كلها انا ليه اوصل الكوره لمنطقه الخطر وانا انا ممكن اقطعها من بدري قوي. عشان كده دايما الناس بتركز ان الضغط بقى في نص الملعب، المساحات قليله قوي، الكوره تطلع طويله. الوقت ايمن ما بتفرج، وكنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه، الرهان دلوقتي في كره القدم ان جول يشوط كره طويله. انت متخيل يعني انت الوقت الجول لو شاط كره طويله يبقى انت نجحت 80% تاخد الكره دي. الوقت الفريق كله بيحاول يطلع بالكوره من حتى من 6 يارد، لمسه لمسه لمسه. الوقت انت بتقيس نجاحك انت كفريق ان جول يشوط كره طويله، انت متخيل انت بتحسبها على ايه؟ كويس. فهو ده الحل، الحل ان انت الكوره ما توصلش لاشرف بن شرقي واحمد زيزو. حتى لو وصلت لازم الحاجه بقى المهمه الراجل بيقابل واحد من الاثنين لازم يبقى حريص قوي، لا يقطع كوره يا اما ما يبيعش نفسه بيقوله في الكوره كويس. الحاجه بقى الاخطر اللي بقت كانت مشكله الجهه العكسيه اللي الزمالك احرز منها الهدف الاول، لو انت فاكر احمد زيزو لما كان قاعد بيتكلم دلوقتي، والهدف حتى اللي جه في مباراه الكاس الاخيره بتاع ابو قير الاسمدي ده، برضو الهدف برضو ايه ناحيه اليمين وفي الرؤيه مش واضحه كده. فاكيد النقط دي مستر مستني بيقفل عليها وعارف مدى خطوره اشرف بن شرقي وزيزو. الجانب الاخر ما اعتقدش مستر مستني هيقول حاجات كتير النهارده، ان هو طريقه لعب مستر مستني واضحه، استحواذ ايجابي. طبعا بضيف صوت العادل، استحواذ ايجابي يعني دايما اللي قدام ايمن بيحب يبقى الكره في رجل لعيبته كتير قوي. بس هو في ميزه حلوه قوي ان مش الكره مش الاربعه المدافعين، لا الكره بتبدا من قدام واستحواذ من اول حمدي فتحي والسليه، تحركات محمد مجدي اجايه. فانت دايما انت في المنطقه الخطر، دايما في منطقه الخطر، عشان كده كل هجماتك بتبقى مركزه قوي. اكيد النهارده هيركز 1000000% طبعا على ناحيه شمال النادي الزمالك، لان المكان فيها بقى فيه مشكله جامده قوي. وعلى الجانب الاخر احمد عيد برضو لعيب صغير، حته الخبرات مزبوط. عشان كده بقول لك ايمن النهارده خط دفاع الزمالك ثلاثي بعيد، خبرات قليله فمش محمود علاء. فدي فرصه ان مستر موسيماني يركز كويس على الاطراف اللي هي نقطه القوه عندنا اكيد ان شاء الله. ولسه تغطيتنا متواصله، وهنروح لمراسلنا فاروق صلاح من اهلي مدينه نصر نتعرف منه على اخر الاجواء عنده. مساء الخير يا فاروق.
كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لضيوفك الكرام كابتننا الكبير كابتن علاء بيهوب والكابتن اسامه عرابي والكابتن محمد يوسف صاحب اخر تتويج بالاميره السمراء والكابتن عادل مصطفى. يعني نقدر نقول وسط اجواء وجود جماهيري من اعضاء النادي الاهلي كثيف واستعدادات تامه من مسؤولي الاداره التنفيذيه هنا فرع النادي الاهلي بمدينه نصر لاستقبال واستضافه هذا اللقاء، يعني وجود اكثر من 5 شاشات عرض لهذا اللقاء في اماكن طبعا كلها اماكن مفتوحه، تم مراعاه الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي في هذا الامر. كلينا لقاء مع العميد احمد ايهاب النحاس القائم باعمال مدير فرع مدينه نصر، قدر ان هو يتكلم على استعداده لليوم منذ الساعات الاولى واقبال اعضاء النادي الاهلي وتوافد اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله لمتابعه هذا اللقاء. الجميع بيمني النفس. الاحاديث الجانبيه طبعا بعد خروج كل مدير فني اعلن تشكيله سواء مستر بيتسو موسيماني او باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، الاحاديث الجانبيه ما بين الاعضاء عن مين مفاتيح اللعب النهارده، حاله من التفاؤل عند اللاعبين عند الاعضاء عقب اعلان تشكيل نادي الزمالك، يعني نفس الامور اللي اتكلم فيها الكابتن علاء ميوب. زي ما تابعنا من النقاط المهمه جدا يا كابتن ايمن، يعني اللي كنا في بدايه الاستوديو التحليلي اتكلمنا عليها ان الدعم الموجود من جنوب افريقيا والموجود من وسائل الاعلام في جنوب افريقيا، انا عايز اقول لحضرتك ان في هذه الاثناء متواجد الان في استاد القاهره باتريس موتسيبي رئيس نادي ماميلودي سان داونز وداني جوردون رئيس الاتحاد الجنوب افريقي موجودين في استاد القاهره لمتابعه ومسانده ومؤازره النادي الاهلي ومسانده ومؤازره بيتسو موسيماني. اصداء تعاقد النادي الاهلي ووجود بيتسو موسيماني الدعم الموجود من جنوب افريقيا دي نقدر نقول ليها اكتر من معنى وليست على النطاق الرياضي فقط ولكنها رسائل. النهارده نتمنى كل توفيق طبعا للنادي الاهلي، كل توفيق لبيتسو موسيماني ولعبة النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكابتن اسامه هنشوف ثاني تشكيل نادي الاهلي ونادي الزمالك ونتكلم على ازاي مستر موسيماني يستغل الغيابات المؤثره في دفاعات نادي الزمالك. هيبقى تشكيل نادي الاهلي محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السوليه، حمد فتحي، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، جونيور اجاييه، مروان محسن. مره ثانيه محمد الشناوي حارس المرمى، خط الدفاع محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، نص الملعب حمدي فتحي، عمرو السوليه، نص الملعب الامامي محمد مجدي قفشه، جونيور اجاييه ناحيه الشمال، حسين الشحات ناحيه اليمين، ومروان محسن قدام. تشكيل نادي الزمالك محمد ابو جبل، احمد عيد، محمد عبد الغني، محمود علاء، اسلام جابر، طارق حامد، فرجاني ساسي نص الملعب، قدامه شيكابالا في مركز نمره 10، اشرف بن شرقي ناحيه الشمال، احمد سيد، زيزو ناحيه اليمين، ومصطفى محمد. من تشكيل النادي الاهلي يا كابتن اسامه، ازاي مستر موسيماني يستغل الغيابات المؤثره في دفاعات نادي الزمالك؟ بدايه هي هتبتدي من نص الملعب. الميزه الكبيره عند النادي الاهلي زي ما كل الكباتن اتكلموا الاستحواذ، النادي الاهلي عنده استحواذ كويس جدا من السوليه وحمدي وقفشه اللي هم الثلاثه اللي في عمق وسط الملعب مع معلول مع هاني، واحيانا شحات بيسقط لنص الملعب ويخش في العمق، وشفنا دي كتير مع مستر موسيماني ان الشحات واجاييه او اللي بيلعبوا الاجنحه ما بيبقوش على طول على الاطراف، هم بيخشوا في العمق عشان يعملوا مساحات للباكين. فاحنا عندنا زياده في نص الملعب كويسه، كميات الجري حتى عندنا في نص الملعب اكتر من لعيبه الزمالك. يعني حتى في وجود اوباما شيكابالا طبعا كميات جري واقل من اوباما. نص الملعب بتاع النادي الاهلي عنده كميه الجري اكتر والاستحواذ بتاعه اكتر. فدي النقطه اللي النادي الاهلي اول حاجه هيلعب عليها هي دي، ازاي يستحوذ على المنطقه بتاعت نص الملعب عشان بعد كده يستغل حاجتين ثلاثه. اول حاجه قلنا الضعف شويه في الظاهرين بتوع الزمالك، احمد عيد لعيب كويس وكل حاجه بس خبرته قليله، وده شفناه في ماتش الرجاء المغربي، تمركزه في التغطيات والقوه حتى هو لعيب واعد وكل حاجه لكن مش لسه مش قوي
ما عندوش صلابه جامده في الدفاع، عنده مشكله شويه في النواحي الدفاعيه في التغطيات العكسيه والحاجات ديت، لكن يمكن كورته حلوه. بس انا اعتقد النهارده هو واسلام جابر هيتكلفوا بمهام دفاعيه اكتر شويه. يعني انا اعتقد انه مستر باتشيكو للغيابات اللي حاصله عنده في خط الظهر، هو اصلا اسلوبه بيلعب بتحفظ دفاعي، فهيخليهم كمان مستنيين شويه. انا صور من الملعب كمان مش هيطلعوا كتير يعني. فالنقطه دي، النقطتين دولت اللي هم الباكين، هم اضعف منطقتين النهارده في نادي الزمالك. مفروض انه حسين الشحات واجايه يستغلوها كويس، بس اكتر من حسين الشحات واجايه التكملة بتاعت علي معلول. وعلي معلول دي طبيعته بيعملها كويس. علي معلول بيعرف يطلع بيشتغل على اطراف الجناح، بيعرف يخش للعمق، بيعرف امتى يحط الكور العرضية اللي على الارض، بيعرف امتى يشيلها على القائم الاولاني، امتى بيشيلها على القائم البعيد، فمش هتبقى في مشكلة قوي عند علي معلول. لكن النهاردة هاني رغم انه بناحيته بن شرقي، ودي مشكلة تانية لهاني ومعلول، انه ياسر وايمن اشرف لازم واخدين بالهم في القفل وراهم لما بيطلعوا، وكمان برضو السولية او حمدي فتحي. لكن بس هاني انت تفتكر لازم تفتكر ان هاني هيطلع برضو النهارده كتير؟ هيطلع. صحيح ناحيته بن شرقي اللي هو من اخطارهم زي ما اتفقنا مع زيزو ومصطفى محمد، ولكن هاني برضو هيفرق معانا في الناحيه الهجوميه، خاصه في الفتره اللي حسين الشحات هيخش للعمق. لازم حد ياخد الطرف. فهي دي النقطه اللي لازم نستغلها، انه اسلام جابر مش جيد في الواحد ضد واحد، هيبقى مشغول بين انه يغطي لجوه ولا يطلع يقفل على شحات وهاني. فهي دي لازم تستغل برضو من محمد هاني. ولكن زي ما قلنا ان في اللحظه هاني بيطلع فيها ما يبقاش بقى زي ماتش 3-1. كانت الحته دي مكشوفه بالنسبه له، انه بيطلع ما فيش حد بيغطي كويس. سواء من لعيبه وسط الملعب او من السيرد باك اللي هيبقى قريب ناحيته، فلازم ناخد بالنا من الحته دي. لكن هو لازم يكون ليه دور هجومي قوي، لانه بص المدير الفني لما بيغيب عنه اثنين اساسيين في خط الظهر واللعيبه نفسها بيبقى في قلق من جواه، في هزه من جواه، فلازم نضغط شويه على احمد عيد واسلام جابر بدون خوف. لكن هي بس الفكره ازاي بقى واحنا بنهاجم يبقوا التمركز بتاع لعيبه وسط الملعب والسيرد باكين مظبوط في وقت طلوع معلول مظبوط. وده اللي انا كنت عايز اساله للكابتن محمد يوسف دلوقتي واحنا بنهاجم، عشان دي حصلت في ماتشات كتير بالنسبه لنا. بيبقى لما بيبدا يطلع علي معلول طبعا المسافه اللي بتبقى ورا دي فاضيه، لما بتتقطع الكوره برضو علي خلي بالك الارتداد بتاعه مش سريع شويه، يعني الحته دي بتبقى مساحه فاضيه. يمكن بيستغلها بقى نادي الزمالك في اللعب ورا علي معلول محمد سيد زيزو، واللعب لو هاني كمان. انا ولو ان انا عندي احساس ان هيبقى في تحفظ النهارده شويه على تقدم محمد هاني. طبعا لازم كويس. يستغل ازاي المستر موسيماني اللي قالها طبعا الكابتن اسامه في الناحيه الهجوميه، ولكن في الناحيه الدفاعيه لو الكره اتقطعت ايه اللي يتعمل ناحيه الشمال وناحيه اليمين لو اتقدم محمد هاني؟ بص يا كابتن، لو موسيماني لازم اكيد موسيماني هو دراسته للمباراه بتاعه النهارده لازم يكون اتفرج على مباراه الزمالك الاخيره مع النادي الاهلي. ليه؟ انا لازم اجنب مواجهه الطرفين بتوع نادي الزمالك اللي هم بن شرقي واحمد سيد زيزو. لازم اخليهم يعني انا كنادي اهلي يتجنبوا مقابله ياسر ابراهيم وايمن اشرف. كويس. بمعنى ان المفروض اي كونتر اتاك على النادي الاهلي لازم يبقى بيقابل بن شرقي هاني مش ياسر ابراهيم. بص احنا معانا ارقام زيزو على الشاشه وبن شرقي كمان شويه. فاللي انا عايز اقوله ان الكاونتر اتاك، ولسه عادل بيقول ان نادي الزمالك فريق كاونتر اتاك. الفرقه اللي بتلعب بن شرقي بيقدر يقف على الكوره، عنده سرعات كويسه جدا ودريبل بالكوره كويس جدا، وعندك ايضا شيكابالا نفس الكلام، زيزو عنده سرعات بالكوره ومن غير كوره، مصطفى محمد طبعا يعني مهاجم ليه يعني قناص. قناص. فاللي انا عايز اقوله ان هنا علي معلول ومحمد هاني، انا شايف من وجهه نظري ان موسيماني هيدي تعليمات لمحمد هاني بعدم التقدم بشكل كبير، لان حسين الشحات يقدر يشتغل بشكل كويس قوي مع قفشه مع جونيور اجاييه في الحته الهجوميه. بس اهم حاجه
على الاقل في البدايات ويفضل ماشي بيها طالما 0-0 خليني ماشي زي ما انا. مهم جدا الحسابات دي لان اشرف بن شرقي عنده دريبل واحد ضد واحد مميز فيها. فيهمني جدا انه ما يقابلش ياسر ابراهيم. أيوة انا عايز اول مزبوط. واحد يقابله هو محمد مزبوط. هاني مزبوط. هنا مهمه جدا في حال التقدم علي معلول اللي هو مفتاح لينا في في الحته دي لازم محمد هاني يبقى متمركز كويس كويس قوي مع اشرف بن شرقي. انه الاخطر من وجهه نظرك في الهجمه المرتده احمد سيد زيزو ولا بن شرقي؟ الاثنين الاثنين. سيد زيزو عنده سرعات عاليه جدا وبيعرف يعمل الفينش الاسيست بيعمله كويس, كويس جدا أوي. وبعدين عنده ميزه كمان انه اوقات بيخش لجوه ويشوط بشماله. أيوة. يعني 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 بيلعب على مش محور واحد بس ان هو يشد لك الفرقه. أيوة. في الحته الخارجيه اهو بص اهي ناحيه اليمين بيستغل طبعا احمد سيد زيزو. ويمكن احنا في فترات كتير بيبقى الدفاع مش كده بالظبط. ما انا عشان كده انا بقول لك الحته دي مهمه جدا ان ان لازم محمد هاني يتجنب انه يحط بن شرقي في واحد ضد واحد مع ياسر ابراهيم. مش المفروض الوضع ده يحصل خالص. انا اعتقد انه هيبقى في تحفظ جامد جدا في تقدم محمد هاني. لازم لازم دي مهمه جدا جدا جدا. طب بالنسبه لعلي معلول بقى لما يتقدم ما انا بقول لحضرتك لو علي معلول اتقدم لازم بقى واحد من الاثنين الارتكاز. يعني انا وجهه نظر شوي. لما تيجي تحط الاثنين الارتكاز في بعض المباريات انت بتحط السوليه واليو ديانج بتحطهم عادي يعني ما يفرقش معاك ده يمين وده شمال. لكن انا شايف النهارده لازم حمدي فتحي يبقى ناحيه الشمال. لازم حمدي فتحي يبقى هو ديفندر ناحيه الشمال باستمرار وسولية ناحيه اليمين باستمرار. ليه؟ محمد هاني التحفظ بتاعه هيعمل البالانس بتاع الناحيه دي. ايوه خلاص. حمدي فتحي وقوفه يعني حمدي فتحي بطبعه احنا قلنا ان هو البديل لأليو ديانج وعنده حته الايه حته الدفاعيه حته ان هو بيقدر يعمل الريكفري او الريكفر بتاع الكوره في حاله الهجوم. علي معلول مهما من سمات ادائه انه لازم يتقدم خصوصا ان مش عايزين نخسر جبهه مهمه جدا ممكن تعمل زي ما الكابتن اسامه قال. لازم نستغل قله خبره احمد عيد النهارده. صح. راجل اول نهائي يلعبه بيلعب قدام اثنين لعيبه بيلعبوا مع بعض من لما كانوا في الصفاقسي. يعني علي معلول وجونيور اجاييه يقدروا يعملوا جبهه كويسه جدا. مظبوط. فهنا مش عايز اخسر انا الجبهه دي. صح. سيد زيزو رجع اهلا وسهلا. طب ما رجعش او ما قداش لان زيزو عنده القدره من اللاعبين اللي عندهم القدره بيشتغل يعني ايه زي ما بنقول كده من البوكس للبوكس بيشتغل من خط للخط بس كده. مظبوط. فعنده القدره انه يؤدي 90 دقيقه بهذا الشكل. بصوره الكاسه يا كابتن محمد. وان شاء الله يا رب يا رب تبقى من نصيب النادي الاهلي بعد المباراه ان شاء الله ان شاء الله. فاكمل لك الحته دي. لازم حمدي فتحي يبقى عامل طبعا في حاله الهجوم ولما والتقدم علي معلول لازم حمدي فتحي يجي ثالث معاهم في الجنب ده يعمل زياده عدديه في الجنب ده. يجوز واحنا معانا الكوره. أيوه. يبقى عنصر للمسانده. ايوه. ويجوز لو الكوره اتقطعت يبقى انا اول واحد بقابل في الجنب ده. ده مهمه جدا جدا جدا. بس معنى كده ان احنا مش هنبص نشوف مثلا في اي وقت من اوقات المباراه ان عمرو السوليه بيكمل او حمدي فتحي بيكمل لحد منطقه ال 18. انا ضد تكمله حمدي فتحي النهارده خالص نهائي. حمدي فتحي يعني كابتن اسامه قال نقطه مهمه جدا وهي صحيحه ان حمدي فتحي يميزه عن اليو ديانج شويه ان هو رجله لما بتجري قدام بيقدر مزبوط. يفنش بشكل احسن. مزبوط. مفيد جدا في الكرات الثابته فانا استغله في الكرات الثابته فقط لا غير. الفرات الجانبيه الكورنرز الحاجات دي والدفاعيه ايضا هو مميز فيها في المراقبه والحاجات دي. لكن انا بتكلم على ان ما اسيبهوش ما ادلوش الحريه بالعكس ده انا الزمه في الحته دي. السوليه ممكن على استحياء يبقى فيه تقدم لكن مهم جدا 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 ان احنا ما نفكرش في الحته الهجوميه مع عدم التامين. لان عندك رباعي ايمن اشرف وياسر ابراهيم لو هم مش يعني مش متشال من قدامهم الضغط الهجومي وفي مصد دفاعي قوي جدا من حمدي فتحي والسوليه قبل ما يوصل لياسر ابراهيم وقبل ما يوصل لايمن اشرف هتبقى في مشاكل صعبه. مصطفى محمد هتلاقيه بيقطع ما بين السدباكين هتلاقيه بيتحرك بشكل قوي جدا خصوصا في الدربلات اللي جايه مثلا لو سيبنا لهم مساحات. شيكابالا بيعمل دريبل بيشارك بيعمل دريبل زيزو بيعمل دريبل الحاجات دي كلها هتبقى فيها خطوره. انا شايف مجرد خساره الكوره لازم مروان محسن يبقى على الدايره بسرعه على الدايره بسرعه. ليه؟ الماتشات دي ما بتستحمل.
تحملش ان يبقى فيه هزه. لازم تلعب كومباكت قوي ولازم تبقى مامن قوي وتستنى الغلطه من الفرقه الاخرى، تستنى عدم التركيز من الفرقه الاخرى، خصوصا ان نادي الزمالك عنده من العناصر زي ما الكابتن قال، عنده من العناصر تقدر تستغلها. مظبوط، تقدر تستغلها. ومن ضمن الحاجات اللي بيستغلها كمان نادي الزمالك، ويمكن دي نقطه قوه على فكره، احمد عيد رميه التماس بتاعته. رميه التماس بتاعته يمكن نادي الزمالك جاب بيها جوان اهي. يعني مثلا بص، هو بيرمي الاوت من هنا، دي مثلا كانت مسافه 29 متر. هو على طول تخيل يعني وصل لحد فين؟ هو ده زي الكورنر، يعملها كويس قوي، بيعملها جوه ال 18 على طول. اهو في اعتقد في واحده كمان كانت حاجه و30 متر، يعني ده حاجه و30 دي بارقام الثانيه حاجه و30 يعني ان شاء الله هوريها لك. بس دي 29، بص فين؟ في واحده منهم انا فاكر كان مصطفى، وصلت لحد مصطفى محمد حطها في الجول بس ما دخلتش جول. فدي ميزه برده لازم احنا ناخد بالنا منها. بص 33 متر اكيد شايف طبعا فين؟ الجهاز الفني طبعا الحاجات دي طبعا خلي بالك بقى، التحليل ما بيسيبش الحاجات دي يعني، دي مهمه جدا التحليل يعني. هتلاقي كل التفاصيل دي ومين قدام الراجل ومين ورا الراجل. صحيح، لان احيانا لما بتلعب عاليه كده بيطلع ساسي يعملها لورا طبعا. وساعات مصطفى محمد لما تطلع طويله كده يحطها قدام في الجول على طول، هو او محمود علاء. فدي برده نقطه قوه في نادي الزمالك. والحاجات دي يا كابتن في ناس بتاع تحليل، ولابد يتم التعامل معاه. وسقوط الكره دايما بيبقى فين؟ عشان هل الشناوي ممكن يتعامل؟ الشناوي فعلا، ولا لازم يتمركز لعيبه النادي الاهلي، ولا واحد لازم يبقى قدام فرجاني ساسي وواحد وراه؟ الحاجات دي كلها لازم طبعا، المواقف دي لازم بتامن عليها. ولو عندهم تريكات في الكورنرز، عندهم تريكات في الفاولات، الحاجات دي كلها لازم يتم التعامل معاها. كابتن عادل، كلمنا عن الاوراق الرابحه للفرقتين ومدى تاثير الاوراق الرابحه دي للاهلي وللزمالك، وممكن تكون الافضليه لمين، وممكن اللي يفرق معانا مين لو في النادي الاهلي لو هو كويس وفايق النهارده جوه المباراه ولا التغييرات اللي لا جوه المباراه. جوه المباراه التنظيم والتفاصيل هي الاوراق الرابحه النهارده، مش الاشخاص. التنظيم جوه الملعب، انك تلعب على المفاتيح لعب في كل مكان، وانك تفاصيل الكوره في التحضير، انك تلعب على مين في التحضير، دي نقطه من النقط المهمه جدا. دي هي دي تفاصيل المباراه النهارده. الحاجات اللي كانت فيها والكباتن اتكلموا فيها، الكور الثابته، الرميات التماس، الحاجات الكاونتر اتاك، ازاي وانت بتهاجم عندك مراقبه دفاعيه مهمه جدا، دي مهمه جدا جدا. كابتن يوسف اتكلم فيها انك لازم يبقى عندك 2 مدافعين موجودين، عندك الباك العكسي لازم يكون موجود، عندك لاعب رقم 6 لازم يكون موجود. في ماتشات كتير جدا كنت تلعب بثمانية، مهاجمين في الهجمه بيبقى فيها 8 وفي 2 بس في نص في يعني الاثنين مدافعين بس اللي واقفين. النهارده الامور مختلفه، الامور مش محتمل ان انت يعني ما تستحملش انت يخش فيك جول في 90 دقيقه، مباراه 90 دقيقه. فالهدف اللي هيدخل فيك، اللي هيدخل في فرقه، هيصعب الامور عليها جدا. بالذات ان الفرقتين النهارده الاوراق اللي عندهم، الناس اللي بره كلها عندها سرعات، مش استحواذ. يعني لو جيت بصيت للاهلي هتلاقي ان السرعات عند كهربا. فالفرقه اللي هتروح الشوط الثاني وهي كسبانه هتعمل مشكله للفرقه الثانيه. ليه؟ لان انت هتفتح خطوطك. النهارده الزمالك بيبدا بشيكابالا، عنده الاوراق الرابحه، عنده بره اوناجم وكاسونجو، عنده سرعتين. مزبوط. لما تيجي تخرج شيكابالا مش هيأدي 90 دقيقه. صعب جدا طبعًا. ان سنه دلوقتي وانه بقى كتير ما بيشاركش يلعب. مزبوط. 90 دقيقه. مزبوط. لما تيجي التغييرات دي تبقى موجوده والزمالك كسبان هتبقى مشكله. ليه؟ لان هو هيديك سرعات. هتدخلك زيزو نص ملعب، هتلاقي راح شادد زيزو دخله مكان شيكابالا في نص ملعب، قفلك نص ملعب. اذا كان بيلعب باثنين وواحد او اذا كان بيلعب بثلاثه، وهينزلك اوناجم. دي فيها خطوره ان اوناجم نزل مباراه 3-1 عمل شغل كويس جدا وكان تسبب في هدفين. صح. فدي نقطه مهمه جدا انك توصل للشوط الثاني او توصل لنهايه المباراه. دي نقطه مهمه ان التغييرات كلها بالذات الزمالك عنده سرعات، زمالك سرعات، حتى اللعيبه اللي تيجي تامن نص ملعب ما عندوش حد بره في الناس اللي قاعده يامن نص ملعب، ما عندوش حد لو هو كسبان يامن نص ملعب. صح. وهو خسران يعني وهو كسبان يامن نص ملعب. لا، هينزل سرعات عنده من جوه الملعب. فدي نقطه مهمه جدا. لو الاهلي قدر يروح الشوط الثاني من غير ما يدخل فيه هدف، اعتقد التغييرات هتبقى في صالح والاهلي متقدم، التغييرات هتبقى في صالح النادي الاهلي. لان لو الزمالك خسران هينزل سرعات، السرعات دي مش هتسعفه برده زي ما يكون عنده استحواذ، والعكس. النادي الاهلي لو لا قدر الله خسران، الزمالك هينزل سرعات وهيقف له 40 50 متر وهيبدا يلعب هجمات مرتده ثاني، هتبقى اخطر. طيب انا عايز اتكلم في نقطه انت قلت عليها، حته السرعات. احنا دايما بنشوف الجوال نادي الزمالك بالذات اللي بيجيبها بن شرقي، وخصوصا اللي هي جايه من ناحيه اليمين عند زيزو، بن شرقي بيفضل مستني مستني مستني،
وساب المعمعه دي كلها ملوش دعوه بيها خالص وبيلعب الكره الثانيه بالظبط كده. بتلاقي حتى الباك العكسي اللي ما بيخش ما بياخدش باله ان بن شرقي وراه في كل المباريات والباك العكسي بيعمل الدور بتاعه صح. هل حسين الشحات ليه دور او حق او هل عمرو السوليه بقى ليه دور في حته زي ديت ان هو يرجع يكمل ورا ورا محمد داني؟ الاثنين بن شرقي وزيزو الاثنين بيلعبوا كاونتر اتاك كويس جدا كويس. بس كل واحد عنده مميزات. مظبوط. زيزو يقدر تقدر تبدا الهجمه عنده وتقدر صح. تعمل يعمل كروس كويس في الفينش في الفينش في الدريبل بالكوره بن شرقي اخطر وبن شرقي بيسجل يعني معدل اهداف بن شرقي اعلى من معدل اهداف زيزو كي. وهو كورته اعلى بن شرقي زيزو مجهود اعلى لعيب تكتيكي هايل انا شايفه احسن لعيب في فرقه الزمالك دلوقتي واكتر عنصر مؤثر في الفريق جدا جدا. فهو بيعمل كروسات كويس بيقدر صح. يعمل ينقل الهجمه بشكل كويس ولكنه مش هو اللي بينهي الهجمه. ايوه نهايه الهجمه دايما عند بن شرقي. أيوة. فانت مهم جدا برضو جونيور وعلي ليهم دور كبير جدا. الجانب العكسي دور كبير جدا الباكين الباك العكسي في المباراه في في في, في الهجمات اللي انت اللي معاك دورهم مهم جدا. لو جيت بصيت الهدف الاولاني اللي احرزه نادي الزمالك كرة بن شرقي عندنا مشكله في الباك اللي كان واقف ناحيه كوره والباك العكسي اللي قطع قدام أيوة. علي معلول واتحطت أيوة. فدي نقطه مهمه جدا انا شايف لازم تكون مأمن لازم تكون في البدايه تكون واقف باربعه وينضم ليهم لعيبه نص الملعب أيوة. دي الاوراق شايف الاوراق الرابحه جوه المباراه لغايه الشوط الثاني. ايوه كابتن علاء توقعاتك للشوط الاول؟ الشوط هيبقى حذر جدا من الفرقتين لكن فكر موسيماني وطريقه لعبه والفكره عند اللعيبه دي كانت الافضليه. ما اعتقدش موسيماني هيستنى لعيبه الزمالك في نص الملعب. مش اسلوبه مش هيعملها النهارده. موسيماني هيعمل نفس طريقته كان محمد كان بيشرح ازاي تقابل مروان ورا محمد مجدي. انت فاهمني؟ نفس بص الشكل نفس الشكل بتاع السيمي فاينل بالظبط. هو الشكل اللي بيلعب موسيماني بيه هو بيدوا تفوق يا ايمن. لما بتعمل الضغط انت ده الضغط العالي حتى لو هتلاقي مثلا ربع ساعه ثلث ساعه مع ان الزمالك بتفق مع كل استوديو مش زمالك مش هيحضر أي. لكن لو مثلا محمود علاء استلم كره ولا حاجه هتلاقي بالظبط ان ده مقابل من قدام قوي عامل من قدام قوي عامل ضغط عالي قوي بحيث مروان على مجدي على الشحات على جونيور انت خلاص قفلت هيضطر للكره الطويله اللي انت بالنسبه للمدافعين بتوعك انت شايفها المفروض لكن مهم بقى الكره عاليه اهم اتنين في الملعب حمدي وسوليه اللي هي الكره الثانيه صح اللي بيعتمد عليها اعتماد كلي باتشيكو اللي هو الكره الثانيه حد بتنزل في نص الملعب اساسي لزيزو او لبن شرقي اللي هي نقطه فوق بتاعته. صح. كابتن اسامه توقعاتك سريعا للشوط الاولاني؟ اعتقد النادي الاهلي هيجي له فرص الشوط الاولاني هينزل مهاجم هيستغل الباكين بتوع الزمالك والقلق اللي عند مدافعين نادي الزمالك عكس الزمالك اعتقد بدايته هتبقى حذره وهيلعب على اخطاء النادي الاهلي انا اتوقع كده. هي المشكله زي ماتش 3-1 ان النادي الاهلي جاله فرص ولم يستغلها. هي المهم قوي النهارده ان النادي الاهلي يستغل في الشوط الاولاني الفرص او انصاف الفرص اللي هتجيله لانها هتبقى مؤثره جدا. هقول لك ليه؟ لان كمان زي ما عادل قال خلي بالك التغييرات النهارده ممكن المدربين الاثنين ما يغيروش الخمس تغييرات لان التغييرات قلت بغيابات اوباما وجن والونش وعبد الله الناحيه الثانيه وهنا وليد سليمان وإليو ديانج فممكن الخمس تغييرات ما يحصلوش. فمهم جدا النادي الاهلي يستغل طبعا المباراه 90 دقيقه ولكن النادي الاهلي لازم يستغل الفتره الاولانيه في المباراه واعتقد هيتخلق له فرص ان شاء الله ان شاء الله. كابتن محمد توقعاتك سريعا الشوط الاول؟ زي ما بقول لحضرتك باكد حذر شديد كمان يعني مش هنشوف حاجه مش احلى حاجه لان طبعا خلي بالك احنا لازم ما ننساش ان الفرقتين لعبوا مباراه كاس يوم من حوالي كام يوم يعني بتتكلم في حوالي 5 أيام 6 أيام دي نقطه. قبلها قعدوا فتره طويله جدا مفيش ماتشات من 23/10 فطبعا فتره كبيره جدا اعتقد ان الشوط الاول هيبقى فيه حذر شديد. كابتن عادل توقعاتك الشوط الاول؟ انا اعتقد ان المباراه مفتوحه هيبقى فيها فرص كتير وانا شايف ان الاثنين حراس اللي هيبقى موفق النهارده وهيبقى ليه اسهم كبير جدا مع في فوز فريقه. فرص المباراه بقى فيها فرص كتير. نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه بعد نهايه الشوط الاول. كل التوفيق للنادي الاهلي بالفوز ان شاء الله ارجوكم انتظرونا.